حاليا تقوم دائره الهجره والمهجرين بالتسجيل العائدين من النزوح الطارئ، اضافه الى تسجيل النازحين حاليا ضمن قرى ربيعه. طبعا اصدرنا اعلان بهذا الخصوص وحددنا موعد لاستلام المعاملات. بالنسبه لغلق المخيمات من مخيم جدعه 5، هو البرنامج الحكومي المعاد هو غلق المخيمات وانهاء ملف النزوح، وهذا يتم ايضا عن طريق طلب من العوائل وبشكل طوعي. تم اجراء التثبيت هذا الموقف وغلق هذا المخيم بالتدريج، طبعا راح يكون لحين انهاء بعض المشاكل اللي تخص هذا الموضوع. العائدين طبعا هو المعامله موجوده معروفه، وعندنا لوحه اعلانات بهذا الخصوص. تسجيل العوده هو اهم شيء، كتاب المغادره واسمه يكون داخل قاعه البيانات لغرض تسجيله العائدين. خطة الوزارة أيضا هي دعم العودة وتوزيع المساعدات الإغاثية على العائدين، هناك برنامج بهذا الخصوص. بالنسبة للمنحة أيضا خلال سنة 2022 تم شمول 5 وجبات، إنجاز كبير طبعا، وهذا مو مستوى الطموح، نحن نطمح نشمل عدد أكبر، وهذا يعتمد على التخصيص المالي من قبل وزارة المالية. المساعدات احنا مستمرين سواء داخل المخيمات أو العائدين. هذا برنامج موجود إن شاء الله وراح يتنفذ خلال 2023 بشكل أوسع.